ما الذي غير دين الأنبياء مع أن الدين كان واحدا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما 10 قرون بين آدم ونوح ولم يقع شرك؟ ما سبب وقوع الشرك في قوم نوح؟ هو الغلو في الصالحين، وبالغلو في الصالحين غير دين الأنبياء، ودين الأنبياء كما هو معلوم والتوحيد الخالص. ولذا قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يأتي يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ففي هذا التحذير من الغلو في الصالحين، لأن الشيطان يأتي ويقول: ما بلغ هؤلاء الصالحون هذا المبلغ إلا لأن لهم قدرا ومكانة، فيتقربون إلى الله عز وجل بهؤلاء الصالحين، وبالتالي تكون العاقبة أن يعبد هؤلاء من دون الله عز وجل.